السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي زي ما احنا شايفين برنامج اليومين، لما تيجي تاخد اللقطات فيه بتلاقي في قرص في الموضوع، ما بقاش برسبكتيف، ما بتلاقيش ان الخط ده موازي للشاشة، ولو توازي بتلاقي الناحية التانية مش متوازي، تلاقي في سحب للنقط. فعشان نحل الموضوع دوت ممكن نضيف من قلب الموفي واحنا بنعمل الفيلم بتاعنا، تمام؟ يعني مثلا هو ده المشهد مثلا، او تعال ناخد مشهد تاني، تمام؟ هو خدنا مثلا لقطه ولقطه ونقول اوكي، هنلاقي هنا عندنا في قلب الكاميرا 2 بوينت برسبكتيف، لما بتفعلها بيبدا يخلي الخطوط متوازيه وموازيه للخط زي ما انت شايف. هو لما بتشيلها بتلاقي ان المسافه اللي هنا اقل من المسافه اللي فوق بالشكل دوت. لما تفعلها برضو تقدر تتحكم في موضوع الاماونت زي ما انت عايز، يعني هنا كأنها زيرو لا شيء، هنا 1، فدي الرقم المظبوط، بتلاقي اللوحة ظبطت معاك.